لعبها بلاك احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. من خلال هذا البرنامج نتجول مع مجموعة كبيرة من الأهداف، دائما على الفكرة نستقبل طلباتكم عن بعض الأهداف معينة اللي تبغونها، ودائما نحرص أن نعرض هذه الأهداف حتى لو عرضناها قبل فترة طويلة نسترجعها لكم أيضا في بعض الأحيان في بعض الأهداف المعينة وليست كلها طبعا، لمناسبات متعددة سواء في الدوري الكويتي أو في دورات كأس الخليج أو في بطولات كأس أمم آسيا. بعد الفاصل نبدأ المشوار. جاسم يلعب، جاسم يلعب، في 24/12/1994 في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم لعب كاظمة واليرموك. وكاظمة عنده عاد تذكرون لاعب مميز ينقال له صالح المسند، ولاعب أجنبي كان مميز أيضا ينقال له رومان هانز. وكان نادي كاظمة مميزين في اختيار اللاعبين الأجانب. في الجهة المقابلة كان بدر، تذكرون لاعب نادي اليرموك كان بدر الهدهود، وكان لاعب من اللاعبين المميزين، اتجه للتحكيم فيما بعد لكن ما طول كثير. زمن جميل واهداف جميله، دعونا نشاهد. اكثر تقريبا زمام المباراه بينما معتمد اليرموك على الكرات المرتده والطويله، وكره يحاول فيها خالد شبيب، خالد يلعب عرضيه خطره، الله، جول 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 اليرموك، قال اليرموك، كرة يطلعها خالد شبيب ويقابلها على طول اللاعب، شوف شوف هذه عدم البطيء، ملعوبة على طول فين المنطقة المناورة في الوسط، الثلاثي فواز والمسند وبدر حجي، اللعب عليه إلى فواز، لعبها لصالح المسند معاه بدر، يخطفها صالح المسند، وتلعب ورمن، جول، ورمن فك النحس امام كاظمه، حط كرة التعادل، هدف التعادل المسند صنعها الى رومان هاف في الدقيقة 37. شوف صالح المسند لما خلصها من امام بدر المرافق يلعبها يهيئها الى رومان المتقدم بدر حجي، ومع حميد مال الله بدر عدي كرة معاه، وهجمة كاظمة وضاعت منه المرافع بدر، ومع عادل صلبوخ يحصلها عادل، عدة ويلعبها عرضية خطرة، تلعب مرة ثانية والمسند، جول المسند، المسند، المسند صلح لرومان سجل الهدف الأول، ورومان صلح للمسند سجل الهدف الثاني لكاظم. شوف عادل عرضية إلى رومان هانز إلى المسند على طول بالمرمى فيه بدر إلى صالح المسند، صالح يلعبها عرضية تنقطع يحصلها اليرموك، بدر الهدود يلعبها وتنقطع، مسند خطرة وينفرد، جول الثالث، الهدف الثالث صالح المسند، صالح المسند في دقيقة 24
من زمن الشوط الثاني والمسند يحط الهدف الثالث. بدر شوف صالح المسند يتقدم وينفرد بحارس المرمى ويطاوح في ناحية الشمال ويحط الهدف الثالث لكاظمة. صالح المسند في دقيقة 4 واليرموك 1 والمباراة الثانية اللي تجمع السالمية وفحيحيل. السالمية 3 فحيحيل لا شيء ورومان وكرة خطرة ورومان ويحط الرابع الهدف الرابع لكاظمة. رومان هانز 9 اللي طايح الهدف الرابع لكاظمة في الدقيقة 40 من زمن الشوط الثاني. شوف هذه عادة مرة ثانية وأيضا المسند لمحمد عبد الرحمن هياها إلى رومان يحط رومان الهدف الرابع. المسند 2 ورومان هانز. جاسم يعقوب جاسم يدير الهواء في 18/12/1994 في بطولة الدوري العام لكرة القدم العربي اليرموك. والعربي كان عنده طبعا لاعب مؤثر كان أحمد موسى بداياته بروزه متلك. كان عنده أيضا لاعب قال له أمجد عبد الكريم كان أيضا لاعب يستطيع تسجيل الأهداف. وال95 العربي كان فريقا مميزا والعربي ولا زال حتى هذه اللحظة. لما نقول 95 أنت متوقف أمام ذلك الزمن الذي أصبح قديما. دعونا نشاهد. كرة معاي لعبه مقطوعة للعربي أحمد موسى. أحمد موسى حميد باشا المتقدم في الدائرة تماما وثلاث مدافعين وثلاث مهاجمين وملعوبة ما فيها شيء. وهو الجول وهو الجول جول جول أحمد موسى ما فيها شيء أبدا. حلوة ملعوبة بذكاء من حميد باشا كانت رايح جهة اليمين ممكن لو لعبها في أوفسايد لكن لعبها في الشمال. شوفها بالبطيء أحمد موسى جاي من الخلف وحلوة ملعوبة في الدقيقة 18 الهدف الأول للعربي يسجل اللاعب أحمد موسى. شوف حميد باشا فعلا شوف ومتى يا أحمد موسى يا متأخر واخذها على راحته وما فيها شيء ولا ترفع إيدك إنه في أوفسايد أبدا. 0 أمس وأيضا لقاء آخر جمع أمس الجهرة وصل به خط فاز الجهرة 7-1 وبدر دريعي تقدم داخل 18 وين راح يلعبها؟ يلعبها لأمجد عبد الكريم الهدف الثاني للعربي. شوف البطيء شوف بدر دريع في مكان سليم جدا وما يتأخر فيها على طول مباشرة. أمجد عبد الكريم البديل في الشوط الثاني لسامي اللنقاوي في الدقيقة 33. شوف حقيقة بدر دريع بيبذل فيها مجهود أيضا طيب ويلعبها لأمجد على الطائر ما نزلت أبدا بشماله محرز الهدف الثاني للعربي في الدقيقة. أحبتنا في كل مكان وصلنا معاكم نهاية برنامجنا الكرة أهداف. إن شاء الله أهداف اليوم عجبتكم إن شاء الله. باكر أيضا هناك أهداف متنوعة إن شاء الله. نلتقي معاكم فالكن طيب إن شاء الله اليوم ودوم. مع السلامة.